اللاعب في أفريقيا 2017. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في حلقة جديدة من ملوك الصلاة. زي ما عودناكم كل يوم جمعة من 7 ل 9 بنطلع على شاشة قناة النادي الأهلي عشان نغطي كل الألعاب الأخرى وألعاب الصلاة داخل النادي الأهلي. الحقيقة قبل ما ابتدي حلقتي وأقول لكم حلقتنا النهاردة يعني بتتكون من إيه أو هنتناول فيها إيه، بحب طبعا أقدم خالص التعازي كقناة النادي الأهلي والنادي الأهلي نفسه كمان، نقدم خالص التعازي في اللاعب المغفور له محمد الجزار اللي وفاته المنية يعني ليلة رأس السنة. محمد الجزار لاعب طبعا دي صورتنا المرحوم محمد الجزار، ربنا يرحمك يا محمد. محمد هو لاعب مواليد 76، نشأ في طنطا وتدرج يعني في الناشئين حتى وصل الفريق الأول وحقق نتائج طيبة مع الفريق الأول. اشترى نادي الاتحاد السكندري هو وأخوه أحمد الجزار. محمد يمكن مواليد 76، أحمد الجزار مواليد 77. اشترى الأخين الجزار من نادي طنطا، ذهب الاثنين إلى نادي الاتحاد السكندري، عملوا مواسم كتير كويسة وخدوا بطولات كتير مع نادي الاتحاد السكندري، وانتقلوا بعد ذلك إلى نادي الجيش المصري. ظلوا يلعبوا في نادي الجيش، ومحمد ظل يلعب نادي الجيش حتى من سنتين فاتوا وبطل، وهو أصبح المدير الإداري أو من 3 سنين بقى المدير الإداري لنادي الجيش. محمد وفاته المنية فجأة داخل منزله بعد عودته من مباراة المرتبط في اسكندرية. نادي الجيش كان بيقابل بيلاقي نادي الاتحاد، عادوا بالليل فجرا من اسكندرية، طلع بيته يعني نام الصبح بدري، زوجته وأولاده خرجوا رجعوا لقوه توفى، ربنا يرحمك يا محمد. محمد اللي ما يعرفوش نحب نقول له محمد كان رمز الأخلاق والأدب. محمد أنا لعبت قصاده يعني فترات طويلة، ولعبنا مع بعض في المنتخبات، ولعبنا مع بعض في يعني في الأندية قصاد بعض. محمد عمره ما صدر منه أي حاجة في حق حكم أو لاعب أو زميل. محمد كان فعلا نموذج للاعب المتناهي في الخلق. الحقيقة عزانا الوحيد أن محمد يعني إن شاء الله في مكان أفضل، إن شاء الله في الجنة يا محمد، ولكن هو الموت فجأة الحقيقة أثر فينا كلنا كل العزاء، ومنقدم خالص العزاء إحنا كقناة النادي الأهلي وأيضا كمان النادي الأهلي لأسرة المتوفي كابتن محمد الجزار وولاده أسرته كلها. وأكيد وعد إن شاء الله من قناة النادي الأهلي إن إحنا هنكون يعني في كل مكان أو كل مناسبة فيها تكريم لاسم محمد. الحقيقة محمد لم يكمل عامه الـ 42، مواليد 76، 41 سنة، ربنا يرحمك يا محمد إن شاء الله، وأكيد لا ننساك أبدا، وإن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك لمحزونون يا محمد، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإنا إليه راجعون. الحقيقة عايز برضو أقول خبر كمان، منذ لحظات أو ممكن منذ دقائق انتهت مباراة المرتبط بين النادي الأهلي والجزيرة في النهائي. النهائي مرتبط في كرة السلة بتلعب على مباريتين كأنه رايح جاي، المباريتين بيتلعبوا على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر. المرتبط بقيادة كابتن أحمد الجرحي فاز النهاردة على سبورتينج في المباراة الأولى بنتيجة 73-62، يعني فرق 11 نقطة. كانت نتيجة الأشواط الشوط الأول 16-11 نادي الجزيرة. نادي الجزيرة كان متفوق بقيادة كابتن أسامة السيد المدير الفني لفريق نادي 16 نادي الجزيرة 16 سنة. الشوط الأول انتهى 16-11 لفريق الجزيرة. الشوط الثاني هو ده كان فيه الطفرة الكبيرة أو زي ما بيقولوا الصحوة الكبيرة للفريق المرتبط، خلص 28 نادي الأهلي، يعني النادي الأهلي حط 27 نقطة في هذا الشوط في الوقت اللي حط فيه نادي الجزيرة 12 نقطة. فالكفة مالت بشكل كبير جدا ناحية النادي الأهلي، 38-28. الشوط الثالث انتهى 49-41. الشوط الرابع والأخير انتهى 73-72. ألف مبروك، خطوة مهمة للتتويج باللقب بيقام دلوقتي في أثناء ما احنا بنتكلم مع حضراتكم. المباراة الأولى للفريق الأول ما بين نادي الجزيرة أو نادي الأهلي ونادي الجزيرة هنتابعها طبعا مع حضراتكم النتيجة إلى أن ينتهي البرنامج، وسيتابع طبعا كابتن محمد فاروق سعد بعد إن شاء الله النتيجة ويخبركم بيها. وإحنا بكرة إن شاء الله هنغطي النهائي أو المباراة النهائية ابتداء من مباراة المرتبط الساعة 4، هنطلع باستوديو تحليل الساعة 3 إن شاء الله، وهنغطي وهنذيع على الهواء مباشرة مباراة المرتبط من 4،
وبعد كده مباراه الفريق الاول من الساعه 6 ايضا بالاستوديو التحليلي، وهيكون طبعا ضيوفي بكره ان شاء الله كابتن عماد مراد طبعا لاعب النادي الاهلي ونجم الاهلي السابق، هيكون معايا طبعا كابتن خالد بخيت، هيكون معايا ان شاء الله كابتن شريف الجندي في الاستوديو التحليلي. بكره ان شاء الله هيبقى يوم كله كره سله مع ملوك الصالات للنادي الاهلي. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، قلوبنا معاهم ان شاء الله تكون ثالث بطوله في الالعاب الجماعيه تخش ان شاء الله النادي الاهلي في عهد مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد بقيادة طبعا الكابتن محمود الخطيب، اللي طبعا احنا من هنا بنقول له ألف سلامة والحمد لله على سلامتك كابتن محمود، إن شاء الله تبقى حاجة بسيطة بإذن الله وما تتكررش مع حضرتك، ونتمنى لحضرتك دائما أبدا الصحة والسلامة. خلينا نخش في حلقتنا. حلقتنا النهاردة عبارة عن ثلاث فقرات، الانترو اللي أنا مع حضراتكم فيه أو المقدمة هيبقى فيها بعض الأخبار وأيضا بعض التقارير المصورة، بننقل لحضراتكم الحدث لغاية عندكم على شاشة قناة النادي الأهلي. عندنا الفقرة الثانية إن شاء الله هيكون معانا الكابتن ياسر داود رئيس جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي، واللاعبة روان أيمن بطلة العالم طبعا في رمي المطرقة للناشئين 18 و16 وكسرة رقم مصر الحقيقة ما شاء الله، ربنا يا رب يكرمها تاتش وود، هذه اللعيبة تذكروا هذا الاسم روان أيمن إن شاء الله بإذن الله بدون مقاطعة، ربنا يحميها من الإصابات يا رب ومن العينين، إن شاء الله هتكون صاحبة ميدالية أولمبية بإذن الله وسنتحمس لها كثيرا. وإحنا هنا في ملوك الصلاة يعني دائما ابدا عمرنا ما بننسى يعني الطايره واليد والسله والالعاب الجماعيه، الالعاب شعبيه وكل حاجه، ولكن في العاب بيبذلوا مجهود ومضني الحقيقه لا يقل عن هذه الالعاب، واحنا دائما معاهم ومكملين معاهم المشوار وسنظل دائما ابدا منبرهم، ودايما هنكون بنوصل صوتهم حتى سواء في انتصارات ليهم مطالب، هنكون ان شاء الله ملوك الصالات هو المنبر الاعلامي لهذه الالعاب ان شاء الله. الفقره الثانيه هيكون معايا طبعا كابتن طارق الصغير مدير جهاز الغطس والسباحه بالنادي الاهلي، وهيكون معايا الكابتن طارق النبيل المدير الفني لفرق الغطس بالنادي الاهلي، وهيكون معانا اللاعبه الاولمبيه مها عبد السلام، اللاعبه الاولمبيه اللي شاركت في ريو دي جانيرو وحصلت تقريبا على المركز ال 16 او 17 على ما اتذكر، مها بتتمرن كويس، مها عامله شغل كويس، هنشوف مها وصلت لغايه فين ونطمن عليها، وهنشوف الغطس في النادي الاهلي اخباره ايه الحقيقه، في مجهود كبير بيبذل. خلينا نبتدي معاكم الاخبار عشان ما اطولش على حضراتكم. هنبتدي الخبر الاول، الفتره اللي فاتت حصل لغط كبير جدا وكلام كتير، بطوله افريقيا للكره الطائره ستسحب من النادي الاهلي، الاتحاد الطائره بيطلب تنظيمها، طبعا في لغط حصل كتير ولكن الاتحاد الافريقي حسم هذا اللغط وبعت جواب للنادي الاهلي بيؤكد ان النادي الاهلي هو من سينظم البطوله الافريقيه للكره الطائره سيدات ورجال، وفي بعثه جايه ان شاء الله من الاتحاد الافريقي للكره الطائره بيوم 13 و14 يناير الجاري، معاينه الصاله والتجهيزات جوه النادي الاهلي وطبعا على اعلى مستوى ان شاء الله، ويوم 15 سيتم توقيع العقود، طبعا ده كان متوقع طبعا، عضو مجلس اداره رئيس البطوله ان شاء الله يكون الاستاذ احمد الجرحي، ده هو طبعا رئيس او عضو مجلس اداره النادي الاهلي واللي هو طبعا مسؤول عن البطوله ورئيس اللجنه المنظمه الاستاذ محمد الجرحي، انا اسف طبعا الكابتن احمد الجرحي هو المدير الفني لفريق 16 سنه، الاستاذ محمد الجرحي هو هيكون مدير البطوله ورئيس اللجنه المنظمه، وهو الحقيقه دلوقتي عامل مسابقه عشان اختيار اللوجو للبطوله ومشارك فيها كل الناس، وهيبقى فيها جوائز قيمه، الحقيقه بدا الشغل من دلوقتي على قدم وساق ولكن الموضوع اتقفل تماما. هنقول الخبر، الاتحاد الافريقي للطائره يؤكد تنظيم الاهلي لبطولتي الرجال والسيدات. تلقت اداره النادي الاهلي خطابا من الاتحاد الافريقي للكره الطائره يؤكد فيه على موافقته النهائيه على تنظيم الاهلي لبطولتي افريقيا للكره الطائره سيدات ورجال، حيث ستقام بطوله افريقيا للسيدات خلال الفتره من 5 وحتى 15 مارس القادم، وتقام بطوله افريقيا للرجال خلال الفتره من 25 وحتى 6 ابريل المقبل. وجدد الاتحاد الافريقي خلال خطابه على ثقته في تنظيم النادي الاهلي للبطولتين خلال الفتره القادمه، مع التاكيد على قيام لجنه من الاتحاد بزياره تفتيشيه لمعاينه منشات النادي، بحيث يكون وصول اللجنه يوم 12 يناير على أن تكون الجولة يومي 13 و14 من يناير، وهو الإجراء الذي تقوم به اللجنة المشار إليها عند استضافة أي بطولة. وجاء في الخطاب أيضا التأكيد على إقامة حفل للإعلان عن توقيع عقود تنظيم النادي الأهلي للبطولتين يوم 15 يناير الجاري بالقاهرة. وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد الجرحي طبعا عضو مجلس الإدارة الرئيس اللجنة المنظمة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد اجتماعات من أجل تنظيم خطة العمل الخاصة بالفترة القادمة، حيث تم تشكيل العديد من اللجان الداخلية ووضع خطة زمنية لكل المهام المطلوبة بما يضمن تنظيم بطولة قارية مواصفات عالمية. احنا كلنا ثقة إن شاء الله في الله طبعا،
وكلنا ثقة ثم في النادي الأهلي أن البطولة هتخرج بشكل كبير جدا جدا وستشرف النادي الأهلي زي ما بطولة أفريقيا للرجال كرة السلة شهر ديسمبر 2016 شرفت النادي الأهلي أمام القارة السمراء كلها، وإن شاء الله سيكون إنجاز كبير لملوك الصالات هذا الموسم قاريا زي ما كان الموسم اللي فات. خلينا نروح للخبر الثاني، سيدات طائرة الأهلي يواجه سموحة في كأس مصر. يواجه الفريق الأول الكرة الطائرة سيدات بقيادة الكابتن حمدي الصافي المدير الفني فريق سموحة في دور 16 بكأس مصر وفقا لنتيجة قرعة البطولة. ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 31 يناير المقبل بصالة النادي الأهلي بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. يذكر أن فريق السيدات النادي الأهلي حامل اللقب في نسخته الأخيرة الموسم الماضي. خلينا نقول أن فريق السيدات حصل على البطولة العربية منذ أسبوعين تقريبا. الفريق السيدات دايما كل سنة بيلعبوا أربع بطولات كبيرة، بيبقى بيبتدوها بالبطولة العربية بتكون في شهر ديسمبر، وبعد كده بطولة الدوري والكأس، وبعد كده البطولة الأفريقية. البطولة الأفريقية السنة دي زي ما قلنا هتبقى في مارس، هي كانت دايما بتبقى في إبريل، ولكن الاتحاد الأفريقي قدمها شهر لظروف ارتباطات الأجندة الدولية. الاتحاد الأفريقي قدم بطولتهم في مارس. إن شاء الله كلنا ثقة في فتيات الذهب وكابتن حمدي الصافي بإذن الله لقب أفريقي، لأن احنا كنا خدناه موسمين ورا بعض بس خسرناه الموسم اللي فات، وإن شاء الله الموسم ده ترجع تاني مكانها الطبيعي كأس أفريقيا للسيدات للكرة الطائرة في النادي الأهلي. خلينا أقول الخبر الثالث، كابتن مصالحي طبعا المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بيقول راض عن أداء رجال الطائرة في الأدوار الأولى من الدوري. أكد كابتن محمد مصالحي المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي رضاه عن أداء الفريق خلال مباريات الدور التمهيدي والدور قبل النهائي من مسابقة الدوري، وذلك بعد نجاح الفريق في حسم تأهله للدور النهائي للأدوار النهائية عقب فوزه في جميع المباريات بالدورين الماضيين. وقال مصالح أن الفريق لعب 6 مباريات في الدور التمهيدي فاز بها جميعا بنتيجة 3-0، فيما لعب 6 مباريات أيضا بالدور قبل النهائي فاز في 4 بنتيجة 3-1، وفاز في 2 بنتيجة 3-0، والاثنين مباراتين تانيين بنتيجة 3-1. يعني كل اللي اتلعب النادي الأهلي خسر شوطين فقط في مباريتين، وهو أمر مرضٍ بالنسبة له. وأضاف المدير الفني للأهلي أن مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في الأدوار الماضية من الدوري أدوا ما عليهم بنسبة كبيرة، لافتا إلى أنه حرص على إشراك جميع اللاعبين في كل المباريات بالإضافة إلى 4 لاعبين ناشئين هم يوسف الصافي ويوسف مرجان وعمر ياسر ومحمد عثمان، موضحا أن الأربعة ناشئين قدموا أداء جيدا في الفترة التي شاركوا فيها، مؤكدا أنه حرص على الدفع بهم من أجل إكسابهم خبرة المشاركة مع الفريق الأول واللعب في دوري الدرجة الأولى كونه مستقبل النادي. خلينا أقول أن شكر الجويني لاعب النادي الأهلي المحترف في صفوفه أو لاعب الترجي النادي الأهلي وقع معاه لمدة موسم بدا ينسجم كمان مع الفريق، كان يمكن اتاخر في الانضمام للفرقه عشان كان في بطوله افريقيا التي اقيمت باستاد القاهره، بعديها انضم للفريق. فكابتن مصالحي شايف ان دي فرصه كويسه عشان كل الناس او كل اللاعبين حتى عبد الله عبد السلام كل اللاعبين تخش في هارموني واحد. كل التوفيق طبعا في بطوله افريقيا ليهم كمان القادمه ان شاء الله في اخر مارس واول ابريل. خلينا نخش في الخبر الرابع، يخص كره اليد. جهاز يد الاهلي يطمئن على الدوليين بمعسكر فرنسا. حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على التواصل مع خماسي الفريق الدوليين محمد إبراهيم وإسلام حسن وإبراهيم المصري وممدوح طه وعمر الوكيل بكار خلال تواجدهم بمعسكر منتخب فرنسا. خلينا أقول المنتخب مصر بيشارك في بطولة فرنسا مهمة جدا عشان استعدادا لبطولة أفريقيا اللي في الجابون. بطولة فرنسا بيشارك فيها 3 فرق من أقوى المنتخبات الأوروبية. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر طبعا ولاعيبة النادي الأهلي. وأجرى كابتن عاصم حماد المدير الفني ومحمد عادل المدرب العام اتصالات باللاعبين للاطمئنان عليهم وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل تقديم أفضل ما لديهم مع المنتخب خلال الفترة القادمة. ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الجابون خلال شهر يناير الجالي بعد أن توج بلقب البطولة الأفريقية بلقب بطولة لاتفيا الدولية الودية. وكان الأهلي قد توج بلقب كأس الاتحاد بدون الدوليين. خلينا أقول لكم البطولة دي أقيمت بدون مشاركة الدوليين، برضه حصل لغط كبير في هذه البطولة. الناس قالت البطولة دي غير معتمدة من الاتحاد المصري لكرة اليد وهو مش على أجندته هذه البطولة. طبعا الاتحاد المصري قطع الكلام في الموضوع ده وقال إن البطولة دي معتمدة والبطولة دي أقيمت 3 مرات والنادي الأهلي حصل عليها 3 مرات. النادي الأهلي حصل على هذه البطولة منذ إنشائها. البطولة دي بتقام من غير اللاعيبة الدوليين. النادي الأهلي فاز عليها وفاز عليها في المباراة النهائية ضد نادي الزمالك. ودي كانت يعني ابرز التصريحات واخر واهم الاخبار داخل القلعه الحمراء في الاخبار اللي فاتت، ويعني الحقيقه كلها مبشره بالخير وكلها تفاؤل باذن الله. طيب خلينا نطمن بقى الفرق بتاعتنا بس بتقارير مصوره. هبتدي معاكم بالتقرير الاول عندنا
انهى الفريق الاول لكره السله الرجال اللي بيخوض دلوقتي مباراه المباراه الاولى في النهائي للدرجه الاولى ضد نادي الجزيره تدريباته للنهائي دوري المرتبط. في التقرير التالي نتابع ابرز تصريحات الجهاز الفني واللاعبين عن المنافسه طوال مشوار البطوله. نشوف التقرير وجه لحضرتك.